نتكلم انا برضو بقول كابتن امام عاشور عشان حبيب ناس كتير قوي، عشان الناس ما تزعلش منا، وحبيبنا احنا كمان على فكره. هو نفسه راجل اهلاوي كل ما يكلم يقول لك ده كابتن امام عاشور، ده كابتن امام عاشور، يعني بيتكلم عنه على انه حاجه كبيره جدا. ممكن يكون الشهره لما بتيجي في السن الصغير او بتيجي بسرعه او ممكن تكون بتعمل نوع من الثقه الزايده، بتأدي الواحد انه يتصرف تصرفات مش لطيفه. لكن انا متاكده ان هو طيب، يعني متاكده ان هو بالزوبعه اللي هو فيها دي اكيد طيب، فانا يعني اتمنى انكم تتصالحوا، لان انت اكيد ما ترضاش ان كابتن امام يحصل له حاجه وحشه. هتبقى مرتاح يعني؟ ما يعني لو اتحكم عليه بعقوبه انت يعني هتبقى عادي؟ أنا كأهلاوي أنا هتبقى نايم في بيتك عادي؟ يعني كأهلاوي ولا كعبد الله؟ كأهلاوي دي حاجه كبيره قوي على فكره. كأهلاوي قلت منتخب مصر يعني نروح نلعب من غير امام عاشور مثلا في حته؟ ما هو هو نفسه ساب اصلا منتخب مصر. يعني هو اصلا ساب منتخب مصر. تمام. ف بيزنقني مش عارفه طب اعمل ايه، طب يا امام مش عارفه ادافع عنك خالص. تمام. وسواء بقى اصابته ومش اصابته، اللي بعد كده اتقالت 5 ايام وكان تاني يوم اتحل المحاكمه. يا اهلاويه انا ماليش دعوه خالص باللقاء ده. انا اهلاوي بس يعني ومع احترامي للكابتن امام، الاهلاويه كلهم واحنا انا قبل ايام انا نادينا الكابتن امام، بس الموضوع دلوقتي انا عبد الله مدبولي وامام عاشور، تمام، مجني علي وجاني، في شخص اتأذى، في شخص اتوقف عن عمله، خلينا نقول في شخص اتأذى، في بيحاول بيحاول يأدي شغله او كان بيأدي عمله وتم التعامل معاه بشكل مش لائق وهو بيأدي عمله، مش انت كنت تعمل اي حاجه غير شغلك. تمام. فهو كرامتك اللي وجعك دلوقتي حقيقي ان انت اتضربت وشتمت قدام الناس كلها، ما الفيديو طلع. هي دي النقطه، عشان برضو بيتسال سؤال، يعني هو مشي من شغله مش عشان عمل حاجه غلط، ومشي من شغله عشان انا كواحده رايحه زبونه او رايحه اقعد في كافيه اقول ايه ده فرد الامن بتاع امام عاشور اهو، صح؟ تمام صح. في حد يشوف في الشارع طيب يقول لك انت هي اتقالت وبعد كده سكتت فتره وبعد كده رجعت تاني الفتره الاخيره بعد الحاله. فانا اتاذيت والله، اتاذيت نفسيا جدا، اتاذيت جدا، كان ضرر بالغ. انا على فكره انا ناس مقربين اخواتي ما كانوش يعرفوا طول السنه انا شغال فين. كنت عايز تقول انك من الفرد؟ هقول لي ايه؟ مين اللي ليه حاجه عندي عشان اقول انا شغال ايه ولا مش شغال؟ يعني ايه؟ انت مكسوف انك تبقى محامي؟ ليه مكسوف؟ ليه؟ ما انا بقولها دلوقتي اهو. اي عمل حلال او شريف؟ طبعا بس هي الفكره عشان بتقول اخواتي ما كانوش يعرفوا. ايوه انا بتكلم ان الموضوع خاص، انا راجل بروح شغلي وباجي من شغلي. تمام. وطبيعي اصلا انت محامي فمحامي وليك مكانتك برضه، مفيش زبون هيجي لك يقول لك ده بيشتغل محامي الصبح وفرد امن بالليل.